كابتن، يعني نقدر نقول كده انه خلاص كولر وصل للتوليفه؟ يعني اعتقاد الشخص هو بيدير الفريق من فتره لا، طويله. هو البدايه كانت مهتزه، لا انا بتكلم وحصل ان نوع من جنرال، اهتزاز الثقه بينه وبين الجمهور شويه. ما اعتقدش ان هو مختلف شويه، تفكيره مختلف شويه. هو عارف بالظبط التوليفه، ممكن تقول هو عنده جزء كبير جدا من اللعيبه، يعني في وقت من الاوقات كان بيعتمد على بيرسيتاو، دلوقتي طاهر ظهر بشكل كويس، لسه موجود كهربا، لسه عمرو السوليه كمان بياخد على فترات، عندنا لعيبه، اشرف داري هيخش، لسه يوسف ايمن، فكل دوت بيديك معطيات ان النادي الاهلي الحمد لله ماشي بشكل كويس. الفتره اللي جايه اللي بتسال عليها فتره مختلفه تماما، فتره الدوري قد يكون عمليه الروتيشن موجوده، ولكن مش ما اعتقدش هيكون المباراه يعني اللي جايه ممكن يكون فيها بعض التغييرات، يعني ممكن اشرف داري يخش مثلا على حساب مثلا ياسر ابراهيم، ياسر مصاب ممكن جدا، او مجهد، او ممكن نشوف مثلا عمر الساعي في وقت من الاوقات بيخش من خلال المباراه، فهيبدا يدخل العناصر اللي يمكن عدد الدقائق اللي اشتركوا فيها قليله شويه، علشان يبقى يعني هو بيوزن الامور، يعني على مستوى عدد الدقائق بيبقى فيه حسبه كده ممكن الناس مش عارفاها، ان كل لعيب عنده عدد دقائق معينه في وقت معين. نعم، فده محسوب بشكل كويس. بعض الامور بتبقى خارجه شويه عن الاطار اللي احنا متعودين عليه، لكن في النهايه الكيرف بيعلى لفريق النادي الاهلي بشكل واضح. مباريات الدوري، هنخش على مباريات الدوري، عندنا مباراه اعتقد مباراه قويه جدا، نعم، فريق سيراميكا كان افضل كثير جدا في مباراه النادي الاهلي في السوبر، وبالتالي الاستعداد لمباراه سيراميكا اعتقد لازم يكون على مستوى عالي جدا، واعتقد ده هيكون موجود. بدايه الدوري مهمه زي بدايه اي بطوله، بدايه الدوري ان شاء الله تكون بمكسب كويس، باداء كويس، يا رب. لان دايما البدايات بتفرق مع النادي الاهلي. فالنهارده حضرتك بتقول بنبني، لا بنبني على اللعيبه اللي الاداء الجماعي للعيبه، نعم، بنبني على الروح العاليه اللي ظهروا بيها، بنبني على التركيز والتحضير، نعم، للمباراه، مش عايزين نخسر النقطه ديت، لان لازم تكون في كل مباراه، ولازم اللعيبه نعم تتعلم ده، صحيح، ان في كل مباراه نعم يكون التركيز 100%.